ومساء الخير. ايش راح نسوي؟ هذا طراد تقريبا 32-34 قدم، مو متأكد. صناعة إماراتية وبنحط عليه مكيف. صاحب طراد لما كان ينصنع طلب من المصنع المقاسات هذه على أساس يصير فيه تغوية وأحط المكيف عليها، فسألني عن المقاسات وحطينا وخذ المقاسات وعطاها المصنع فسواها قوية وعلى نفس المقاس. وهم هني هم هالمكان هذا مكان الوحدة هم سو زاد القوة على أساس إنه يصير أقوى ويتحمل المكيف والبراق ويصير في مجال حق البراقي وشغل عدل. واير كهرباء ممدود معلن لأن نوصله بالوحدة. الحلو بعد إنه خذ مقاس الماكينة وحط مكان حق ماكينة الهوندا 3000، حط لها بيبان طبعا ممكن يشغلها والباب مفتوح، او انه راح نسوي لها فتحة هني قابل فتحة الاكزوز هذا على اساس انه يطلع الهواء مباشرة، وراح اسوي لها فتحة هني حق التهوية. فالحين بطرد هذا في ماكينة الكهرباء قدام بالصدر بالنص، وعنده هني راح تركب هني فوق المكيف، وهني داخل راح يركب الوحدة داخل. شوفون هني حطينا الزاوية هالمرة لي داخل، طبعا هذا حديد مطلي جيفنايزد وبعدين انصبق حراري وباودر كودينج، والحين سويت له فتحات من هني وهني على اساس ان نركب البراغي من الصوبين، وراح نحط له نغرقه سيليكون مارين نمسك عدل. هذا الحين هني مكيف راكب فوق اوكس انفرتر طن ونص تحتاج 2000 واط، وراح نشوف ان شاء الله بعدين التغطية والشكل النهائي. هذه سيارة الورشة، شوفون هذه القاعدة، طبعا هذا مو صبغ حراري بس ان الغطاء هذا طقت الشيرة وانكسرت، هاي طاقة شمسية حق سيارة الورشة. الحين حطينا المكيف، علمنا على المكان وقضينا بالدرل على شوي أصغر من البرغي. البراغي هذا ستانلس ستيل زينة مو أي كلام، ما ينفع أنك تقض بهذا على طول بالفيبر، راح ينكسر ما راح يتحمل، فالفيبر شوي قوي فلازم تقض أول شيء بالدرل. هذه اللي استخدمناها فشقالين اليوم. حطينا السيليكون، حطينا عدل، خلصنا قوطي كامل بس على اليمين واليسار مع أنه مسافة تقريبا متر، وبعدين كل برغي لازم يصير عليه سيليكون بالطريقة هذه قبل لا ندخله بالفتحة. خلصنا، حطينا الصوبين براغي، صوبين مع سيليكون، شغل عدل. علمنا على الماكينة على المكان هذا اللي راح نحط عليه الوحدة هني السنتر. هذه ماكينة الكهرباء اللي راح تشغلها، ثبتناها بسيور وبعدين حطينا لها الربل هذا من تحت. هذا الربل جدا جدا قوي وهم بعد مرخيص غالي. الحين بعدين الهاندل طبعا فكرنا فيها باخر لحظة، راح يصير هذيل راح نركبها من برا على اساس واحدة حق الهاندل، وهي نفس الوقت راح تكون حق الهواء السحب، وراح نحط الثانية هذه الكبيرة قدام فتحة الاكزوز على اساس هي تصير حق الاكزوز نفسه، ان الاكزوز الحرارة تطلع. وهذه الحين ثبتت الماكينة بهالمكان هذا، والسفنج هذا اللي تحت الربل صار تحته كأنه كراسي كأنه معاون فحق طق الماي ما ماي. غيرنا راينا، خليناها على اليمين والهوز راح يصير على اليسار، والحين مع ديوالت العبيلة. وما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هذه اوكس انفرتر تشتغل على 2000 واط طن ونص. هذا ركبت الحين باليخت او بالطراد. هذا الهوز راح نوديه تحت ونطلع من الفتحة هناك، راح نوصل واير كهرباء ونثبتها ووريكم عاد ايش راح اسوي الحين حق التثبيت احتياطا. ما اعتقد ان خلصنا، باقي لنا بعد هذه الفتحة الاخيرة حق واير كهرباء. اللي بنسويه جديد في هالوحدة انه بحط زاوية ألمنيوم تحت هني تشيل هالوحدة، وبإذن الله على أساس إذا صار مطر ما مطر، عفوا على صار موج ما موج، تحمل الوحدة وما تطيح تنكسر. هذه قطعة الألمنيوم زاوية
سوينا لها فتحات حق الفيبر، وبالمكيف راح نثبتها عن طريق الدبل فيس هذا 3M. ركبنا هني زاوية نثبت المكيف، وركبنا هني الألمنيوم مع البراغي والدبل فيس، وهذا الهوز ثابت وطالع برا، وعندك هني المكيف محشورة مع الطراد أساس أنها ما تفي حركة. هني سحب الهواء، وهم تقدر تفتح فلتر على أساس أنك تنظف بالطريقة هذه. وهني بنعلم نحط غطاء حق هندل الماكينة وهم تهوية حق الماكينة. وهذه الفكرة. وهذا المكان الثاني حق الكزوز. والحين من هالفتحة هذه أقدر ألف الماكينة أشغلها زين، وهم أقدر أسحب وأسوي ستارت. ما شاء الله اشتغلت الماكينة. صار شنو الحين؟ هالفتحة تسحب هواء وتشغل منها، وهالفتحة هذه تسكر والهواء يطلع مباشرة منها الاكزوز. الحين صارت شنها ماكينة طراد خن، وانساها واستمتع. ما اخذ طراد ليش؟ موساس استانس وتدلع نفسك وترتاح وتريح لوياك. يلا الحين وصلنا الكهرباء، خلنا نشغلها. وهذه هني بدأت تشتغل ماكينة، حطيناها على الكول وننزل درجة حرارتها ل 16، والحين نبدأ نعبيها غاز. ما شاء الله كان قاعد عند ماكينة هني مشغلة 3000، ومشغلة وحدة تكييف وتشحن لك الطراد، وهم معطيك بعد بلاك كهرباء 600 واط زيادة. من يقول انك لما تطلع الطراد حداق لازم تتبهدل وتتمسخر وتقعد طول اليوم بالشمس ولا عندك سيفتات راحة؟ حداخ، تبي تريح، تبي تنام، استمتع، عندك بطلال ويساعدك انك ترتاح. هذه ماكينة الكهرباء الحين ثابتة باربع سيور، اربع مرابط، وتحتها الربن. ما خليناها تحوش لا هني ولا هني، في صوت زيادة بس لان هذا قاعد يهتز. وهم استفدنا من الماكينة بأن حطينا بلاك كهرباء هني. هذا هني الحين ما شاء الله برودة. ها شلون أخوي الشغل؟ ما شاء الله تبارك. عليك بالعافية إن شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك بحلالك إن شاء الله. مع أن البيبان الحين اثنين هم مفتوحين. هذه الأغطية إذا ما تبي تستخدم أو بتغسل أو أي شيء، ما عليك إلا أنك تسكر الأغطية. عندك غطاء هني طلع الهواء، وعندك غطاء هني للتشغيل وسحب الهواء حق التبريد. وهذا الوضع وإحنا فاتشين الباب. البيبان حق ماكينة الكهرباء كذي، وهناك المكيف. وهذا هني المكيف ركبت فوق وخلصناها وعبينا غاز وغطيناها وكل شيء. الله يبارك لصاحبه إن شاء الله. وهذا شكل المكيف الحين هني من فوق بالشكل النهائي على جنب قدام للتكييف فوق الطراد. الماكينة من ورا أنا أحاول أصور لكم كل شيء أساس يكون عندكم فكرة شلون الشغل صاير. وهذا هني مكيف من داخل. خلصنا الحين كذي بس ما عندنا شيء. الله يبارك له إن شاء الله. طبعا هالمكيف هذه طن ونص، تحتاج 2000 واط تبريد وتدفئة، فتقدر تستخدمها إشتى صيف. في دلع أحسن من كذي؟